السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا غنحضروا اليوم واحد المخنفر كيجي هشيش، كيجي بحال الشفنش وبنين. غنشوفوا المقادير، بقاو معايا نشوفوا بعدا كيفاش داير من الداخل. تيجي مفشفش زوين من الداخل، كيقدر يبقى يومين و 3 ايام. بقاو معايا نشوفوا الطريقة والمقادير ديال هذه الوصفة. السلام عليكم. اليوم غنشوفوا مع بعضياتنا وصفة خاصة بالمخنفر. تبعوا معايا نشوفوا المقادير. عندنا كاس ديال تقريبا كاس ديال الفورس، كاس ديال الحرش او لا اللي بغى يدير تسميدة رقيقة. عندنا هنا بيضة، معلقة ديال الخميرة ديال الخبز، معلقة ديال الملحة صغيرة، ونص باكية ديال الخميرة الكيماوية، ومعلقة ديال السكر سنيدة. كاس ديال الماء دافي، كاس هادوك من كيسان ديال الطوال ديال العصير. وغادي نخدمو مع بعضياتنا، غنديرو تقريبا كاس ديال الفورس، تقدرو ديرو حتى كاسونس اللي بغا يدير كتر، كاس ديال الحرش، نديرو معلقة ديال الملحة، البيضة كاملة، معلقة ديال السكر، خميرة ديال الحلوى غنديرو غير نص، منديروهاش كاملة، مقادير قليلة هنايا. وغنزيدو خميرة ديال الحلوى ديال الخبز، خميرة البلدية، غنكبو عليها كاس ديال المدافي كله نحركو بحال هكا شوية بما ضربناه في الخلاط. طبعا على حسب الدقيق، الا بانت لك خاسرة كتزيدي شوية الماء حتى نضربوه في الطراب وكنشوفو ديك الساعة. بقاو معايا حتى نخلطو ونشوفو الشكل ديال الخليط. ملي كنخلطوه في الماكينة ولا بالطراب تيخرج الشكل ديالو بحال هكا، ما كيكونش جاري، يكون شوية شاد في راسو حيت ماشي بحال المغرير، كونش جاري بحال المغرير، كون شاد عليه شوية ثقيل شوية. كنخليوه يخمر واحد مدة 10 دقائق، سنغطيو هاد الكاس، نخليه في الكاس ديال العصارة نيت، كنغطيو واحد 10 دقائق حتى
كيبان ليا خمر شويه، وكنبداو نطيبوه في المقلاة، نتسناو عليه دابا حتى يخمر ونرجعو مع بعضياتنا. من بعد ما خمر لينا هذا المخنفر، نشوفوها هكا راه تقال، نخليوه هنيت في الكاس ديالو، كنوجدو شويه ديال الزيت دابا يصير، كنهزو معلقه وكنسخنو المقيله هكا. انا كنفضل ندير غاد المقيله الصغيره، كيجيو زوينين، اللي بغى يدير الكبار يدير. كنشدو كنديرو شويه شويه تاع الزيت، كنعمروش كاع المعلقه غير شويه في المقله، نحركو كنكب مباشره كنخليه طيب. بديت يتخرج هكا، كنتسناو عليه حتى كينشف، ما كينشفش كامل، نعم نشوفو دي تعاود تاني من الفوق، ملي كنقربو نقلبوها، كنقلبوها واحد شويه، كنخليوها تنشف، بعد ما كتنشف كيبقى واحد شويه اللي كيبقى باقي خضر، نحركوها هكا كنقلبوها على هكا، نخليو غير واحد شويه من القدام، كنطيبوهاش بزاف بحال من تحت، نحركوها هكا شويه. شوفوا صافي بحال هكا، تنحطوها بالضبط، نزيد واحدة اخرى، شوية زيت عاوتاني ما كتروش باش ما يجيش محروق، كنكبو كتش بزاف شوية، هو من الأحسن يجي شوية غليظ ماشي بحال البغرير. صافي تنتسناو عليه عاوتاني حتى طيب هادي عاوتاني، نصبرو عليها حتى كتنشف شوية، ديما العافية مهيلة باش ما كتحرقش من تحت، نرشو دابا بدات كتنشف قاي شويه، كنرشو شويه زيت ثاني من الفوق، عاود كنقلبها، هكا نخليها تطيب شويه، كنقلبوها غير باش كينشف هذاك اللي كان باقي باش ما يتحرقش من التحت، ما كنطيبوش توتالمو، دونك نقلب نشوف، نخليها نازل،
devās kun Tavis. Eja, Tavi devāni toa. Safi kan stamro bhat tarika. Sekan kamlo tes kamel. Tlaqaw ملي نكمل بعد ما كملنا المقدار كامل اللي كان عندنا في الماكينة يعني الخليط كامل كنحصلوا على هاد النتيجة هكا نحصلوا تقريبا على شي 10 وحدات كتقد هكاك 3 الناس ولا 4 ملي تنديرو معاهم شوية العسل ولا الكونفيتور انا كنفضلو بالكونفيتور ديري تش الزيت الى بغيتي ولو انه شوية فيه شوية الزيت احسن ما يكترش الواحد اللي دام ايوا كنديرو الكوتي ديالنا بالصحة والراحة